بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكل بقول صدنات كمدة من صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وحين كزوج الكتاب الصوم باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب، وبابي هاي قفكي waagu u bariya asagoo janaabo qaba soomkiisii inuu saxiixiyo dib u san qabin intan ashir gudagani waxaan baraarujinayaa xalay baabkii naga horeeyay qiblatu saaim waxaanu carabka ku dhufanay toddoba xadiis baa uu sheegi doonaa muslim sawaabkuna saddex xadiis bay ahaa iyo ahaa saddex xadiis buu sheegay marka laga tago mutaabacaadka marka ushaas sabqu lisaan way idinkuna maydani baraarujinin xadathani muxamed ibnu xaatim قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن ابن جريج عبد الملك حاو حدثني محمد بن رافع واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني أخبرنا جريج أخبرني عبد الملك بن أبي بكر بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن مغيرة المخزومي عن أبي بكر وأبيه عبد الملك أبيه قال وحوري سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقص أسوى عضينيه يقص أي يحدث أو يبين يقول حقنا في قصصه أحاديثه سأي في أخباره مركو أحكام تعديني أما أشيكيني أصوران مقلي من أدركه الفجر وأقول ننكو هاليلو أوبري جنوبا أصوى جناب قبا قسل قبا فلا يصوم مالك أصغى يوسن سوم فذكرت وحان شيك ذلك أرنكاس أيان شيك هدان أبو بكر أهي لعبد الرحمن بن حارث بن أشيغ أسقى أبيه لأبيه وجد لأبيه أي فذكرت لأبي بكدك أنت معي عبد الرحمن بن حارث ابن المغيرة المخزومي وأبو بكر أبيه أبو بكر كذا اسمه ريسن أبيه وي مركا لأبيه وجد وأما لأبيه وأشيغ فذكرت ذلك لعبد الرحمن أي فذكرت ذلك لأبي بكدك أنت أيوه فأنكر ذلك أرنكاس وأباي عبد الرحمن بن الحارث قون صدي وحجري صح صح ماها وننك واقو وبريو أسوق الجنابة قبا صوم كيسوا صحيح أو واقا برقي سكور إن لقب يستواج جميع وأم وناك يا خير وي وحاشرتها إن أظن وحق الماحي اللي قاس أظن كتشرين فانطلق عبد الرحمن بارقاقي وانطلقت معه النوار راعيبه حتى دخلنا إلى أن أقلي على عائشة ويدا عائشة وأم سلم وأم سلمة أم سلمة لبدا صن أقلي رضي الله تعالى عنهما فسألهما عبد الرحمن باويدي عن ذلك أرنك أبو رؤوش حكم كيسو ويدي قال وحوري أبو بكر فكلتاهما قالت لبدا ذب وحيدة هذين كان النبي صلى الله عليه وسلم نبي قال وحوى يصبح كيوا بريسته جنبا أسوق جنابا قبا من غير حول من ريالان يقرؤ الآن ثم يصوم مركز وصوم جر حول من أي من احتلال من غير احتلال بالله جودا جنابا قال ما كتمت أو أيون نبي يقول أسون كقبي سنواج أبري يشريوان سوم يشري من غير حول من أي من غير احتلال من تروح الرياضة بيسيد أكو يمد ما هيني وحيا هاي وها جنوب جنابة وحيا هاي جنابة كتمت قال ما يضمر ثم يصوم واسوم الجري ويدا عائشة يوم سلمة سيدا يلي قال وحوجي وذاتك أبو بكرها فانطلقنا وان رقاقني حتى دخلنا إلى أن أقلي على مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي ومركا مدينه كأها أمير خلافة سيدنا معاوية معاوية أمير كقود المسلمين تأها مروان نمذينو قبرنطورة كاها أما برصاب كاها أما والي واحد كشك تبا فذكر ذلك لو عبد الرحمن عبد الرحمن با أشيغي ابن الحارث أي أرنكا أشيغي أمير كمذينو مروان وفق هذا الوترين جري أفوين كلو قبي وجر لكن إن علمي كد دالو أقول له أها فقال مروان وحويلي عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة عزمت عليك وحان كل لازمي أن قصاري إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة إن أط إلى ما ذهبت عفوا إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة إن أبي هريرة أتكتو أيانك هو جبي أما أن قصاري رواية ذلك الحديث يقولها أقسم بالله لا تفزعن بها أبا هريرة
وحول إلهي بان الله وحان أقول دارنا إياه حديث كان عائشي وأم سلمة كم قشين أدي ويل كذا أبو بكر عبد الرحمن هو إن أتكغني حساب وران يان قد أرتي بولي وان قد أرتي وأميركم مركة وحاوي أبو هرير مركة حرشوها يبان ملايين عزمت عليك وحانك واجبي لا أمانك سر ما دام أن أميركو هاي والكو هاي إن أضع ذا أي واجب تيوحان معصية هاين إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة إن أطقت أبو روحا كأين كصار مجرور فرددت عليه ما فرددت عليه ما يقول كرد ذو كدد أبو روح الشيخ يؤه من أصبح جنبا من أدركه الفجر وهو جنب فلا يصوم هي فليفطر نوى الرواية أبو لك وريه فرددت كرد ذو كدد عليه على أبي هريرة ما يقول روح الشيخ ومروان يومئذ أمير على المدينة ورواية البخاري فكره ذلك عبد الرحمن ثم قدر لنا أن نجتمع بأبورة بذي الحليفة وكي حديث بخاري وديس حقوق مركة مسألة أبو هريرة أبو فتوان شري أدين لو يديو مساجد فرديات خاصة يوكشي قصة أنا قصون نبي وأصوه كم مقلي ما أهيني حديث كم مقلي فضل بن عباس إيو أسامة بن زيد بوكم مقلي ونبي وقت بن جري مركة ووفت وان جري قال وحوري أبو بكر فجئنا أبا هريرة اختصار بكو جري وهذا مسلمين كل جرو بلك وحلقوا فافاي مركي ومروان سيدا يدي يا عبد الرحمن وقعوا الصدي إن مسألة إن توقع وكردي أبو هريرة وحوري أبو هريرة درس بان نهاي وانين أضيء يقوين إن المركب وحوه كهونا يكالور تجمعش عليه إجده مركب صل أرتي مركب أمر بوعاز ساسية البكوي وحاعذر دار عبد الرحمن بن حارث عذر دار شدي وكوقا عواي واسل وغي مروان مركب صل أرتي هذا نوع حلوية هاي سقاب كلهم بنقول شيء قدونا يجسوا معيور مايا هل كان وحات تاجن إجده بدي بنانك تاجن تاي هذا كر وحيو جوا أبو هريرة الحليفة وادي العقيق جورجي سيبو شرار بيرو كلها عقيق مدينة ما مشوا مك أبو هريرة هذيني وادي العقيق بيرو كلها أبو شرار كذبتك ما أنت الله سو هرجل سوردي وهو الإسرائيل يا قصد سيد الصحيح قال وحيو أبو بكر فجينا وان النميض مدينة نكسب بحن حاجتي ما دي وادي العقيق ويا جوا أبو هريرة بيرتيس أبو هريرة النميض وأبو بكر أبو بكرنا حاضر ذلك كله أرن كاسو دم مركا أبو بكرنا وقوب جوكي هاي ويلكو دلي عبد الرحمن ودلي قال وحوري فذكر له عبد الرحمن عبد الرحمن با أشيغ أرن كي أو أبو هريرة وحافظ وان جرتي أو سداسة ديالي جرتي وحوشيغ ولي بمقاب قبنما أشيغ وحوري مركا اللي سوى رئيستي أو لوذة تكذو مساد رميش كوية لوذة تكذي يا وحول وحن ما أنت والله سعداء أرين هذان اللي وقص بلاهي أما أمر الله يسار له أنا أقول إماده حنا جعلان الله إن الله دبسانين وسود محيطه يبرون إسكفر فرم بوها وحول ساس وي مروان باي سود دري أوش أسوي له سود دري هو يوين كيم بنا أوش سو يديني هدي أضي أوش أسام ودا فتلون وجه أبي هريرة الرواية الزهري وجه أبو الرواس بدله وشمرك ثم قال هكذا حدثني به الفضل بن عباس أيو يجري فقال وحول أبو رمرك الله شيء هوشي أهما قالتاه لك ما يجا سدا كوجي عائشي أم سلمة ميا سدا كوجي عبد الرحمن ومسولوس والتبي قال عبد الرحمن وحول النعم ها لبضوا سدا يجري قال أبو هما أعلم هما أعلم عائشي أم سلمة أي أن قال بدن النجاء أقوم بدن النبي عليه الصلاة والسلام رواية أحدك أولي وهن أعلم برسول الله منا يعني أبو هريرة نوحا منصف حلم دون حق دون وآمي ننسى الرجية ما هي مركي حديثك أسوه كتب فضل عباس بأيت من وحيري وهو أعلم أسلقى قال بدن النبي وحكوري أسلقى قرني أنا قال سجى أي شيء نبي محب يجت بي فضل بن عباس أسامة بن زيد بأسنى يجت بي أيجا قرن أي وحي نبي كوريه
أعلم بما روى والعهدة عليه. أما هوس الدلودق لبس حابي ورقعة يلا بدي الضمر كون نبي قبي مسألة هدي لو يدي يا نبي قو حقال سن. إذن أبو رفق يسود فاميسا ترجيح بك على مركبة مسألة يوك على رجوعك على وهن أعلم برسول الله منا أبو. ثم رد أبو هريرة هدي جوابي فضل عفو عبد الرحمن وحوري ما كان يقول في ذلك ما كان يقول في ذلك إلى الفض ابن عباس بو علي. يعني إذا هوش شيق جري أبو هريرة وحولي أو علي فض ابن عباس. ثم أنت قدب رد أبو هريرة أبو روح النقي ما كان يقول في ذلك أرنك وحو كأرنجر أسق أبو هريرة وأها ننكي ويقول أبر يأسق جنابا قبصون أمتشر مالك أسق سمو أرنجر فضو ذا أياد الحو علي إلى الفض ابن عباس ابن عبد المطلب. فقال أبو روحوري سمعت ذلك من الفض أرنك أسق فضل من كب مقلي ولم أسمعه من النبي نبي أرنك مالا كب مقل. قال وحور عبد الرحمن فرجع أبو هريرة كلابتي عما كان يقول في ذلك أرنك وحو كقبه كلابتي وحو وافق جمهورتي يسي مسلمين تبنايه. قلت لعبد الملك وحنقول هدان أي أرضي كقادني حديثك وابن جريج عن ابن جريج بأرني. قلت لعبد الملك وحنقول هدان ابن جريج هاي أقالتا في رمضان ما وحيد هذين رمضان قده نبي محمد بهابين رمضان سوق الجناب قبة أنك قبيس النولي ويقو أبر يجري كدبنا بعد طلوع الفجر قبيس النولي وصدا كسوم الترمي هذه من سصنوها صنكاس. قال حول كذلك سدا سيد هذين رمضان بوه لو ذاك لقادة جرو أورانية رمضان كي هو كلا دوينه يسنوين كلا صنكا. كان يصبح جنوبا نبي حوا بريسن جرا سوق الجناب قبة من غير حول من احتلام الآن ثم يصوم كدبنا وصوم الجري هذا ما دايب دورة وإلى شن أيام مسألة كجرا باب كان انت نمرك أن كسي سيد حقلين مذهب الجمهور ومحي وآل إباحة مطلقة آل إباحة مطلقة مذهب الجمهور محوي أما هردها كلا تكتو أدو جانب قواه كوبريو هذا نو كسين أنو كسين أما أن أو شاء أن سيب ما قوصمين أما النسيان هكوجيو أما احتلام يو قرو يريها النقضو أما قلمة توصها النقضو أسمو حلك على قادينين قفك مسلم كا واجه دوبر يسوع جنابة قبا إن توقع بيستو أيو مان كان سومية فرض يصنع لك على قادم ماي كسي كمان لك على قادم ماي احتلام إيو غسل جعان لك على قادم ماي هذا هو مذهب الجمهور. بعض العلماء إجماع بيسوع قريان عند المتأخرين وأنه كمدي ابن حجر يمد غيعت كمدي هي مذهب كأسرة مركو ومذهب كأحق بدن هويدين أم سلمة يا عائشة يكسو قرن صوبنا صحابية تابعين أبدايين إجمعان لقصو قري على خلاف في ثبوتي ظاهر كتاب الله بان تصهية وحل لكم ليلة صيام الرفض إلى نسائكم وحالذين بني يهبين كرمضان إن الدمر كين أقل موتان ووحي الدمر كربي كقاضتا. والقاعدة ومحي أن إباحة السبب وإباحة للمسبب أما أن إباحة تسبب إلى الشيء وإباحة لذلك الشيء شرع القاعدة سيلة ذا سبب كشيء كو قينية أما شيء أي بضنته إن وحك لأو كو قيو كاسا دي لغوفة صحو معنيه وحاوي وحو كو قين هيينا والغوفة صحي هذه قال الله فصحي هبين كوردان رمضان هبين كيسوردان وحل لكم ليلة الصيام الرفط إلى نسائكم قال ما الذين بني هبين كرمضان دمر كأوق الموتى هبين كبلو كيسة يدمات كيسة يدقلا قدام بيبا وقف صحنا هنا قال موضوع قال ما حلالة. إذا فصح الله يفصح قال ماذا الله يفصح في جميع أنا إلي الله يفصح ما حكى الكرة حكينية إنه واجو إبريو أنا جنابة قبل ولي قبي سنين أنا ولي قبي سنين إنه واجو إبريو أوكتي كوبا صادق أود الله عبدا بنين تلبنا يقال ماذا في ليل في ليالي رمضان وحكى ده قنتاي إلا بنيه
واجو إنه إنه بريو إنه هو جنابة قبل ما نكان عن سيسون هو شيء نتفهمتين بيلاتاي آية ظاهر كذا هي أحاديثا أي هو شيء حجني ورأي قاسم رأي الجمهور ماذا بكل بعض وحاجر قليو سيدي أبو الروفت ونجر كتوك التابعين وأمن كان بقبة إلى يد من هيين والمذاهب لا تموت بموت أصحابها وحي قبان ننكو واغو أبر يأسوكم جنابك قبي سنين سونك سوا بطلا ما لنك رسوق اللين هي ركبة كتوك سيدة قرن تيوغو تابعين له طيب بل حتى أبو هريرة قول لك سوكوريا لكن سير راجع وكلمت ماذا بك صدحات وقل يكال قاضي احتلام كي يقال ماذا احتلام كي يقال ماذا وحيدا انك يقال ماذا أصغو مرك جنابا قبو أبو أبريو حقا نكسي ذا أوي لسونك سوا كاكا لكن انك لكن اسكسي احدا هين كد من الريو ذا او اسلام تي حرت كفر حنجر تي اوتي ما ادو كدي من واغو سيدا اوغو بري وا قبيسن سون كسن او جيرا ما جيرا لي ما حو كلا قادين و حو كلا قاناي دهن دوهر كي واداد سيحاتو ادو سومن او ويسدو كا جابتو سون كم بري دي تسيدا ما دوهر كي واداد سيحاتاي وا ريوتاي هاي حساب تبا هلوداي حال كا ورو سونك إنما كعبة ما هو مستين سيدوك الويدا وانك لقال إن قال ماذا عادقة إيو وحرية يقرأ ويردب كويمات قل يا القاسم مري ماذا بصد أفراد وحولي هلا كلا قال كسي كم إنك أسوأ سيء ولك عسوك أسوأ قرنا يا قبيسن كريس كدا يواجه سوأ بريزون وما تجرو إنك سلمان وأوتشرا بيل هذا قولوا وحيدين مالك صونك وهذا ما يصير لكن وصوق اللين قولوا وحيدين صونك الصنة أي متك واجبك الله كلا قادم مذايبتا شنطة أم اللحدة يا مسألة كتيرة وحل عسكان كرانا ومذهبك هو يوين كين أي كسو قريين صوبنا عليه الصلاة والسلام وحدثني حرملة بن يحيى أخبرنا نوح بن عبد الله أخبرني يونس بن زيد الأيلي عن شاب الزور عن عروة بن الزبير وأبي بكر عبد الرحمن أن عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي نبي حاس كساي صلى الله عليه وآله وسلم قال وحيت لي كان قد كان رسول الله رسولك لا يوحوها يدركه الفجر أكت أبري جرت أمواجه هليل جري في رمضان رمضان قويس وهو جنوب سوق جنابه قبا من أهله رواية البخاري وهو جنوب من أهله سو ريركيزي كجناب قبون احتلام كالغسن هاي من غير حول من ريال عن فيغتسل مركز قبيسن جري ويصوم وانا سوم جري ويصوم وانا سوم جري حديث كعائشة وحاكو جرى مرو ويدي أسك عبد الرحمن مكو ويدين ايه هول هو يدن اي عدي سوء هول شان انا يتيحوق من نبي محمد ومسلمين طرن بأيال والنبي قلقونه كو اهين يا عبد الرحمن أما لكم في رسول الله أسوة حسنة يكتري كمسألة أشيغيس أما لكم في رسول الله أسوة حسنة ما وإذا النبي قد دينين إن دي شوان أكسن ها نبي سيدا سيري تري مسألة مردب ملا هرو سعو وحدثني هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابنه بن عبد الله أخبرنا عمرو وهو ابن حارث بن يعقوب المصري عن عبد رب بن سعيد الأنساري عن عبد الله بن كعب الحميري أن أبا بكر ابن عبد الرحمن حدثه وحوشيغا أسغا عبد الله بن كعب أن مروان ابن الحكم أرسله مروان إنه الدري حقا ودري إلى أم سلمة رضي الله تعالى عنها يسأل سقو ويديني أي ليسأل عن الرجل من حكم كي يصبح وابريسن جنوبا سقو جناب قبا أيصوم ننك أسغا مسومية فقال وحيت له يدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنوبا نبي يا يا وبريسن جسوق جناب قبا من جماع قلمك جناب قبا لا من حول من ريء يضرب منا انك جناب قبا ثم لا يفطر ما افر جرين ولا يقضي من قضين جرين وصوم جري من افر جرين دمنا كما سوق قضين جرين طيب تامر كسونا نقطه حديث عائشه كيمت مت كان ام سلمة كوي من غير حول من ومسألة خلافية أو مسألة لسكوها يوي
الفقهاء اسكو هي علماء المسلمين تا انبيودو جنابه ما كو دحدا من احتلام محل احترامكو يناد تا قرو در دبت اد بيكاي مادان انت بدن وطلع من الشيطان شيطان باكو عياره وفيلم كو داره يكدبنا ويشدا كاجب انبيودونا way ka dhowrsan yihiin shayaadiin iyo abaalisi iyo shaqadoodii hawlahooda marka hawshaad maxay ahayd ay sheegayaan wa mas'ala khilaafiyya mas'ala khilaafiyya biyuhu kaliya kuma yimaadaan bay dhakhaatiirtu yidhaahdaan ixtilaam base marku ruuxa caafimaadkiisu badan yahay dhalinyarayna yahay oo weelashii dhacaanka keenay ay buux dhaafaan waa la iska matagayaa dadan raxtariyoon mararka qaarkood badan ay soo qoyaan ma tamiso ma dhalinyarada hawsha way soo maray مركا هذا كل جماعة احتلامكم من الشيطان قيبة قيبة مك من الشيطان أبو أنبيض معصومين كين وكذا ورسين قيبة كلا عافمات كي يو أودع أنبيض يغل يغل لمركوا مركا سيدا صلوا جمعية من غير حول من ليس كل احتلام من الشيطان معظم كيس أغلب كيس سيدا حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عبد ربي بن سعيد عن أبي بكر عبد الرحمن ابن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأم سلمة زوجي النبي نبي قال ويسي حاس أهار رضي الله تعالى عنهما أنهما قالتا لبضا قبل الوحيدة هذه إن كان رسول الله رسول كلاه وحو أهان شري صلى الله عليه وسلم لا يصبح كيوا بريستجون من أسوق جناب قبة من جماع قال مكة جناب قبة غير احتلام أن رياهين في رمضان رمضان قديه ثم يصوم ويصوم الجري وحدثنا يحيى بن أيوب المقابري وقتيبة بن سعيد وابن حجن علي قال ابن أيوب وحيد حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن معمر بن حزم الأنساري أبو طوال أنك لورنجر كن يديس أن أبا يونس أبا يونس كنيته اسمه باليدا مجلسي كنيته سواء اسمه أو يونس كان بالوية قنا مولى عائشة عائشة نبي حريسي رضي الله تعالى عنه أخبره أشيغي أبو طوالة لو شيغي يا أبو يونس بأو شيغي عن عائشة وقت بيني رضي الله تعالى عنه أن رجلا نمبا جاء إلى النبي سبحانه وتعالى صلى الله عليه وآله وسلم يستفتيه أصغر حكم عدين تيوديس قال استفتاء أسل كيسو وطلب بيان الحكم والحق شيء إن لغو عدي أو لغو فافاي إن قفك كعوت الطيا استفتاج اللي هذا يستفتي أسوق السؤال ويدي سنة يو حكم عدي سنة وهي تسمع من وراء الباب هو يدن عائشة هذا الك نكاس يسؤاشي يجاوبت النبي وحيكم قليس من وراء الباب الباب كجداشي س فقال وحوري يا رسول الله نك بأورنا يا رسول كلاه يو تدركني الصلاة تدركني وحي هلا ليس الصلاة صلاة بائقبا وأنا جنوب أنا قسل قبا أن مركا مايرانين أفأصوم سومي كرا صلاة عجد صلاة فجر بكوضة فقال رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة صلاة أنا بائقبا طيها ليشا وأنا جنوب فأصوم وانصوما ما هذا قد وانتا أنا بصلاة إيها ليشا أنا ولي قبيسا أما أن مايرانين وانصوما فقال وحول السائل كنك وحولي لست مثلنا يا رسول الله رسول كلاه يو أنغو كلمتي وأن قد وانتاي محايا إلى قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ذنبك هذا ريكيد ذنبابا الله وقول دافي مرك أنغو وحان نسكننا هاي نما نسك الله ذا هاي الله النبي باتاي نبي هوش أسواك عرض دوين لك عرضوه فقال النبي وحولي والله الله قد أرتي إني أنه لا أرجو ورجاء الأنبياء نواه وحتم والله الله قدرت إني لأرجو حان رجيني أن أكون إن أنا هذا أخشاكم لله متك الله إذن كعبسي بضن وأعلمكم بما أتقي إذن كأغال بضن وحو إسكت دوري إسك إلالي وحال إسكت دوري إلا إسك إلالي أنا إذن كأغال بضن الله أنا إذن كعبسي بضن مركها مودين الله ودواشا الله أنك أقدوهاي إن واحد هو هذا فضي ستين أم فضي سنة إسكا إلى الأوشا ينكوس بقنينه إذا يقضى يوي معنا صادرت هو إذا عاش وكي صوتري أنا أنت بي اللي نجوكتي أنا أنت صحابي قال أنا أنت بي فردي عبد الرحمن مكويد وكي صوتري يا عبد الرحمن أما لكم في رسول الله
أسوة حسنة. حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم النبي ضحاك بن مخلد حدثنا ابن جريج عبد الملك أخبرني محمد بن يوسف عن سليمان بن يسار عطاء والكي أنه سأل أم سلمة وأصغر ويدي عن الرجل عن حكم الرجل إن حكم كيف ويدي يصبح واجو أبر يجنب أن أصغر جنابة قبا أيصوم مسومية. قال وحيت الويد إن كان رسول الله رسول كلا يحوها صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جنبا مذوى بريس سوق جنابة قبا من غير احتلام من ريال آن ثم يصوم كدم وصوم مجري. عند النسائي حتى الرواية وحقود علي في الكبرى فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك أرنت أمرك وأكل أبطي أحاديث هريرة مرك أبو هريرة أولين جري وكسو حقانا لابد السحابي أصام بن زيد فضل بن عباس يا أحاديث هو يدين أم سلمة يا عائشة كسوغان علوم المسلمين تنا يبدين قاب كل لو جمعين لها لبن مذهب عانة لبن مذهب عانة مذهب ومذهب أمري نقل إلى هذا بخاري والترجيح أبو عبد الله البخاري صحيح عيسى أحاديثا عائشية أم سلمة وكب اللابي كذب منا فضل أبو هريرة وكسو حقنا يي أصامة يفضل بكحتي مركزه يري والأول أسند والأول أسند أي والأول أصح إسنادا بوجه هذا أصح عمر الترجيح لأنه صحابة ورينا إياه نبي قد يدا كورينا إياه ويكب ذين كورينا إياه نينك الجناب وقبر يونس وسومي كريم أم سلمة عائشة أنس جماعة من الصحابة ورينا حتى هذه الليلة هذا فضل أي أصامة أحاديث كود أبو روك حقاني من حيث السند وحاحوك بضان حديث عائشة وأم سلمة مركو الأول أسند أسو ترجيح بمري سكا الله ما جمعين كاري وإن لبدا حديث لقول رغم كود حوك بضان كود حوك بضان بمري بخاري أسو رغم بضان سيدا كنت أغيري وأنا تؤمر أبو هريرة أمري وهن أعلم برسول الله منا وكيسويري أبو هريرة أسمه ترجيح أمري بخارينا هل كان سكون دبابة عيي لكن وحلو بدن ياي إن لم رب باب النسخ إن لم رب أول ليلة هذا هاو شعة ننكو واقو أبر يأسوه الجنابة قبا حقا نآن قبيسا صونكي سمجره وأر المنسوخة هو حالات دهوري لرمضان وحال واجب يلي سنة كلا بعد هجرة يلا واجب يلي إشارة أحاديثا كجرتنا وحي تلمام إيسا إن أحاديثا عائشة مصنع إورين هيان بعد الحديبية نبي محمد إلا الله في الدم بيجي سوري كيدا بوحالغو الشيغي هي سورة الفتح أسودك تي قال له شيء حديبي وحكى الدنبي ليغفر لك الله واتقر الرئيس إذا سحابي ومرك وقال قبصي ونبع الله عنه وكلمتي محايا لي قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ظاهر كقرآنك إي حديث كقرينة كم موقتة إنه متأخر يهي وهي حديث كان عائشة مسلم وضم بيه قد يدن جرب كان إنك جناب واقو كقبتنا واسون كسم مجرا وحيوك تاي وأيه رمضان كلواجب يلا أو إنك سيح ذا أسون ولي أن لو منين أن وحونين مسحورا كرين هاشن معون كرين باهي ذا سوك سوم مجري إنك يهودا إلا تكتا سوان قل مونين عاود إسان ثم أقمر كرو مخرب كي يهود كلا تكتا عشي وير سيحتي صدح ثالث ثبرة روكتي وذات دوما دوان كرتي إلى أتكسونت هاوش وصيدا سي أهيت هاوش وصيدا أي أهيت مر كان حكم كان أنك الجناب وي وكوقة بطوي صنك سمجر وحيوك يهينو يحكم متقدم أه نسخونا مركا قاركم مركا تاريخ توسان اللوايو جمعنا هو أذكاد ترجوحنا أسرق اللوايو والقو عررا والقو عررا مرك صادرت وإذا تبدأ بوحي دورنا ينو نسخي هاي
أبو هريرة بتقول سبوت المامي ولا دورناي وترجح من مرينة وهن أعلم بنا بالرسول الله منا ضوام حي الأحدث فالأحدث هو يمكن بالله سعده وجهده ومن باب الناسخ والمصوب بالتلمامي ولا دورناي يترجح معها سيدنا النقوتي ابن خزيمة ابن حبان ابن منذر نكلا خطابي حاكم بيهقي حافن حجر سون الرجحي رقف ربنا وحين مريان امتقل عيدا سون الحجية لبتركي سودان كان مركو فيري وحين مريان إن من باب الناسخ والمنسوخ وياهي حكم كورونا ومنسوخ كان ضبنا والناسخ سيدنا النقوتي حديث حكو جل مسائل فربنا لبدا حديث مسائل فربنا بيقول جل مسألة أمهم سوحا كم ذا حجية خبر الواحد حجية خبر الواحد واحدكو خبر كو شيء حكم كو شيء إن الحجية سنة يه عائشة سو جوري سوى الحجية سنة أم سلمة جوري سوى الحجية سنة أبو هريرة حجية ستي أو النبي قلت يين شري حديث وصل النبي أصو كم قال أو شيء فضل من عباس أما أصام أو شيء مرك حجية خبر الواحد أيضا لك لقاد لبي ددك أي كجرة حديثك وحكوا كجرة شهرة الإرسال عن العدول في عصور السلف ومسألة مهمة شهرة الإرسال عن العدول في عصور السلف إن شيء أذن كم قال قف كأصل كمستر كأ أو أطيرسه أو كوكالصون أحكك هذا سو التبيني عام بأي علق السلف أبو هريرة حديث النبي قوي الدين كريم لكن حسي هذا أو كوكالصون هاي فضل بن عباس إيوه أسامة وركوضة أي نبي كسو التبين إياه وأنا ثقات عدولة مركة إرسالكو حلق السحابة حتى واجري عام بونا أها وحل اسكو علينا ما أها مركة ذوق اتصال إياه وشاء انكاها اللي باتكاها اللي مويني بابكو باب عيبا ما أها وعقلوا كجرة هنا يبنان تاي الدخول على الأمراء لمصلحة شرعية عبد الرحمن بن حارث إيه. ويلكس أبو بكر مروان وأمير يقلين أيوة مسألة دين يذكر النقاش أما بحسو الشيقي وحاكلوا كجرة شيقة إلا شيقة الدين مسألة الدين أنه بسطوة دواقة شيئة مهمتة مروان يا صاحب بدي أنت هذا مسألة دواقة لين كنقو أبو رساسو يلي بل سوي دي هو يمكن ولا سوي دي أبو رؤوتك محو عجن سوقو قايد كان قال رادي البحث عن الخبر الصحيح وتثبت فيه بكجرة سونا مهم جداً وحاكلوا كجرة فض أبي هريرة من قبوا لما قبه مركي الله الشيخ إنه يمكن أي سيدة إلى هذين كما مرمن هذا دل قد وركي هذا إن بدن فتوان جرتين مساعد اللفة لذي لذي وذا هذا ورك هذا وربا كدم بساس الشيخ بليلي شيخ وحان جريمة كسو قل سمت بالله سفع نميدا فهمين كن نقضى يعني الانتصار للحظوظ النفسية كوكالي أي قاسدة إلى ها أم سلمة يا عائشة مكوبتن ها هن أعلم برسول الله منا قبل من وطاس ومنقب من مناقبه وفضائله حديث كورو هي لو حو أموج ترجيحية أما باب نسخ بمرأة هي لي علمي ولا كحو بن علمي هو الله شيء ما دام سوى النبي صلى الله عليه وسلم كم قال ستوس فضل ابو رمشه وكجرا وحكوا له كجرا ولا دقر كلين حديث كي خبر كذاك اجماع كورماني اما قران كورماني حقنا الله له خبر كلام مخالف له ان لا تقوي خبر ابي هريره عن الفضل بن عباس عن رسول الله ظاهر القران بخلاف سنه وحكوا الله لي سنة كلو خلاف سن خبر كأسقع أما ترجع قال أما النسخ قال إن أتكجاب سطوت كتكتا وناكسن سيدنا وحمري قوام السنة في كتابه التحرير لشرع صحيح مسلم وماذا في عنوي لكن حديثك أما خبرك وحو خلاف سن ظاهر القرآن الكريم لغته وبدعة الخوارج إسكالي ومزلقة ومزلق من مزالق الخوارج وأهل البدع لكن ظاهر القرآن بخلاف سنة نص كلو حديث سنة وخلاف سنة كحوك بدل مركا صدا إن لقد توقفه ومهيم إلى أورك عطاني إن لقد توقفه وإن لقد تقين لكن توقف فرق بين التوقف
والإلغاء والترك المطلق فرق بها ودحي أيها كجر ماش ننكي مركز أقول جمع سوء عدادو أما كلا ترجيح سدا أما تاريخ موثق هلو الناسخي من صوكا دقوا باب كلي إجماع محدثك خلاف سنية هاي ظاهر القرآن بخلاف سنية هاي وطريقة أهل البدع إسكا إلالية نسكو نص بال ولا إيمان كراه إجماع الشيء يسو مركو خلاف النسكا إجماع وما أنكولينا صدرت إجماع صحيحة والنس كسوغان إلهي سبحانه وتعالى يا رسول كسي كسوغان خلاف سن لمسه إليه وحان إجماع هين بادوغو إجماع قادتي قبل قول مركو حاوي سيدة فضيقة بضان وحاوي واقو نسن كوبرين ها الله جناب قبا هذا تسوميس قبل طلوع الفجر قبيس إنه يفضي بانتو وانا أكسنتي مرن ملا هذا يسافضي بانتاي نبي محيوسمي لبيان الجواز بالغوليه نبي أحكامته حكو عدين جري بالفعال والمقال مركا قاركودنا البيان بالفعل باكفي عن البيان بالقول والمقال إذن حلق النبي وكو عديني فلق كو عديني وأنا بس من جلو صحابة ليه فلقي ساسا كخير بدن إنو قبيسا لها قبل طلوع الفجر لكن أصل واسدة سيدة النبي أبر ميننا سيدة سيئة أما صن ما جبهي أصل واسكا رأي ضعيف هوي. باب التغليد تحريم الجماع في نهاية رمضان على السائم ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها وأنها تجب على الموسر والمعسر وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع حبابي هاي نينكي مال رمضان قال مكو دعي مال رمضان أصغو صومان نينكي قال موضي حكم كي سبق بابي يعني. حديث كان مرك حديث أبو هريرة أوردر با إيمان دوني حديث لميضة يا إيمان دون تو شواهده وعايش حديث كده وكمدي يعني. وحديث آديات أطرق بلنوي الحافظ أبو عبد الله الحاكم صدح جزبه كقري حديث كان طرق ديسية رواية كيس بها قبان السنن كيسية إيه كتب تيسو كسو قورية أجزاء رواية كمدة صدوك لي وذا اللي هذا عبد العزيز ابن أحمد ابن عثمان الكردي ولو بقول عفوا تضرب بقول لغتين تضرب الدنتي وقاهري أو مصر أو شافعي أها أيا كتاب حديث كان حقوق قري كريه لبن مجلد بك قري لبن مجلد بك ألفي روايات كيسة طرق ديسة إي فقيات كيسة وحنا كتاب كاكو شيء كن يكو مسألو فقه وحديث كلا قلب بحي كن يكو كن يكو مسألو يعني وهل حديث يو حلقة سارة هي كن يكون مسؤول فقه وحكم حافظ حجر رسالة قونو كقر حديث كان طرق دي سكو جمعية وان الله طابعي في الحباري مركو حديث كان مريانا وحيو سكو دي شيخاس قاهري مصري إلا مجرد كقر حديث كا يطرق دي سي فقيات كيسا انو صو خلاصي وحو شيخي مركزو آخر مركو دمس وحو يجي لابد مجلد وحو لغو شكر نحو كيسي كمتاقين وحنا وان قد ريب لابد مجلد وحو لغو شكر نحو كودي وان كيان ايب قولي يعني مسائل بدن بكتاق لكي هل ويناتك هل دورك بصوقات فوائدنا وان قد ريب قولي حديث انتو شرحي حسب علمي حديث شرحي كمجر البخاري من قلت حافن حجر تحرير وحول لي يمد وحكده بقول بقول وراقد كده بكشر حي بقول بيج كده طرق دي سر رواية كيس انت سعري بخاري حديث كطوان مرة قبل ما بكون سعري ما هو البقوس مرة حالة مرة وح بقول دريه حديث مكة هذا علوس وهي هذا مركة أجزاء كتاب حديث لقى قريوي مركة بلا إنه أجن هذا باب التغليد تحريم الجماع قال ما حرامت كذا إن لا تقول لا أتكيو في نهاية رمضان رمضان مالك يسأل ما الله سميع على الصائم لقى حرم أما لغدوشي وعيد كي لغدوشي إيو ووجوب الكفارة الكبرى فيه هي كفارة وينيد إني كواجب يسو قال ما ضع عليه في نهار رمضان كفارة وين واتقنا هذا كفارة قر الحري لو بر الله صومه أما لحن مسكين لقودي كفارة القتل وكله وأنها تجب كفارة إنه يكون واجب يسعى المصري إنك تنات كأها يو المعسر الصبول كبا وتثبت أي سغنان إسا كفارة
في ذمة المعسر إنك سبولك تنكي سي دكتي سيفول حتى دوحوا بحيوه والقولها اللي ويقول قرنطاي ما أنك هذا شبحي حتى يستطيع له أودنه بحيوه يعني سدى أقول لك يدنوي ومذهب الشافعية ترجمته وترجمة الشافعية وإذا ولا صح حديثك هو شاكو معد قيب تفصيل كان فرب حديثك معد إيوة مذهب الشافعية سدى مذهب الجمهور بالعراق تقريبا ماله كما عدم ولقى استنباطيا ما لها قاركون ميرانا وظاهر المركز لكن سيدا هذا وفا فاسن تاي ترجمة حديثك وما فا فاسنو حدثنا يحيى بن يحيى وبكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن نمير محمد كلهم عن ابن عيينة لما أنتو سفيان بحديثك كقاضنا يعني قال يحيى وحور المركو كتبين يا سفيان حديثك أخبرنا سفيان بن عيينة يريه مدهن عن ابن عيينة مدهن عن الزهري محمد المسلم عن حميد بن عبد الرحمن عوف الزهري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله قال وحول السحاب جاء رجل نبا يمد إلى النبي صبناه صلى الله عليه وسلم نك أسقى وحلو شيء سلم ابن صخر البياض السحاب الورنجر إنه أها سلم ابن صخر البياض إنه أهاب شيء الحافظ عبد الغني بن سعيد المصري باشيري ابن بشكوان لا سوق متابعي يكون راعي حافن حجر حلو وديد حلو ما دين له ما هي نك أسقى إنه يهي سلامة إبن صخر البياضي صحابي أود بضنا رجل ربي قال نبو قليي نأود بضنا بصونا قد مرتين بالرمضان ما كان لقارب وإسلام تزكاد عارتو يريد وكذي هاري سوى كبقى هاي إن رمضان قصو دنبو أهوشا جوجين وايو مركز داني سهين وايو رمضان إسلام تهبين نما رمضان وكذي هارو يريد هو يدبا يقطع يو يسكهين وايو سحابي سيدا أهاوي إن كان طنا يقود عليه إليه ودادو أو لورجل السلام من صخر البياض حافظكم حوري هاي لا يصح ذلك أرنك ما أصحين إنه إنكم ربني بياضهم بالله شيئين مويني هوش شيئين بشكوالي عبد الغني شيئين صح ماها سيدنا نغتوى سحابي من الصحابة جاء رجل بايمد إلى النبي صبناه صلى الله عليه وسلم فقال وحوري هلكت يا رسول الله رسول كلا وان هلك سميبور قال النبي وحيري وما أهلكك محاك هلاقي يعني الدنب وين بان قرد عيوه وان هلاك سم قال صحابي وحيري وقعت على امرأتي في رمضان رمضان قده أيان هوين يدي قرد عموح كده قال سبن وحيري هل تجد مهليسا ما تعتق وحد حريس مهليسا هل تجد مهليسا ما تعتق وحد حريس أضون حريس رقبة مهليسا واتكبت دليل قرء حريص مهليسا قال وحول أصحاب الله نبع الله مايا مهلي كرو أظن رواية حديثك أولي هاي ولقي بأظن مايا للنبور حان نبع الله قرمان هلا انت نورا ما بملكين أظن قال سبحان وحول فهل تصدع ما أوده أنت صوم شهرين متتابعين لبب الوضع حليلة حليلة لحدا بني مسلمي كرتا قال لا نبع الله مسلمي كرو صون رمضان باب الحجين وايه ما الله بحجين أنا حجين كان نبي الله فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا لحدا مسكين وحد كوق يسميه لي كرتا قال لا نبي الله ما يقول رواية حديث يقول النبي حجر إجلس بفريسة وايه هاي وتاغنت هاي وحكى لنا ما يطقوها يساي مهلي كرو مسومي كرو ما بحين كرو فريسة سكا فريس وفريست ثم جلس وفريست فأتي النبي نبي وحلوك يعني ولليمت صلى الله عليه وآله وسلم بعرق دنبيل بالوك ينوي فيه تمر تمر كجرت عرق ودنبيل شوين إلا باتنسوس أما شنك تمنسوس كقادة رواية أبو داود يا أحمد بن خزيمة قدر 15 صاعا ودنبيل قادة شنك تمنسوس سوس كنا وأفر مت شنك تمنى أفر لقود فتنا ولحذن هي لحذن مدوي ما طيب سماه لحذا كان مسكين كاستوى حالسين هيا هل مدبوله 60 مسكين عرق مركوا هذه سيدا الله حرك حركي وديد كذلك كي ما دئيو يدم بيش عرق ولا هذا هذا هدي الله ربع عرق اللي إذا دنا ولفت في أنا شدوا كل من طاي لفت من كليب ولا قدم ميست حول لفت في أن تقدم بيو يحال هذا عرق بالي هذا ربيس عرق هذه اللي يادنا حيديه نشرك وهي عروق الجسد فقال وحور السحابي
عفوا فوتي النبي نبي صلى الله عليه وسلم بعرق دنبيل بالله كان وفيه تمر تمر اي كجرته شيء تمس صدان فقال سبحانه وحوله هذا تصدق بهذا كان صدق يسو كفارة إسكا بحوي كفارة لغولها أنا أقصينا إسكا بح قال وحوله أفقر منا أفقر منا وحنا بي الله وسينا إذا فعل بدو قدر إذا هون مناسبة أتجد أفقر منا أتعطي أفقر منا سو حنسينا يا روحنا فقير سن وصورك تودات كعيري أفقر منا قول أنا فقير سن مياه نبي الله كسر قيسنا أما هذه ليس أما الله يابا مدينه وحيق فقير سن مجوغي فما بين اللابطيها وتثنية اللاب اللابط ومركة وشيلة مدوغة دولك شيلها اللي دادو كلاوي لقح مدوغة لابب وراء يريرا ودورة يسين مدينة ودح يسو مدوغة لقح مدوغة هلا وسارية وحور النبي الله فما بين اللابطيها لابد بور أمر أهل بيت قري أحوج إليه منا أنا نقب باه بدن بورتمرتنا أيضا دمبيش أن تمرتا وإحنا نقب باه بدن مدينة كمصر ده المظلمة ده بورط فضحك النبي قال قصد عليه الصلاة والسلام حتى بدت إلى إمقتي أنيابه معيسى إمقدة نبي قال قصلي مركض موسون يسود والله موقني مركض قصش قصلا سيو إلينا معيها موقني مركض مشود دم بيسقي سنة جوسها موقني حتى بدأ أن يابو نبي حكو قصلي وحلو قصلي هذا سحابي وويتاي مركض أول رئيس والنبي هو أيمد وانين رادين يقود كقد عين لقب حيو والله فرق جده نبي قال له وان هلاك سمي أهلكت وأهلكت احترقت بولها نبي قال له وان قبتي بولها الرواية كقاركو اي بدبادي ما كل بدباديينا وحلو قب بدبادي بس كم تشريب وحلو قب بدبادي يعلاني ما مرافض إنه سيدا نبي فقص لي بنادى كان سيدا أسكا مركور بدبادة ثلاثة ليسا مركب بدبادة هذا شنا وادس بدلي يا وادس بدلي إله جوان العاق وهي مكل لسي معيدا صومالي نبى إله جوان العاق إله جوان العاق إله من بدنبريها جكبا لوسوسي معيري إله حمالك صدر بور حمالك قادي لها جوان العاق تها ربي وكسوطر بنادى كان سيدا أسكا أبا كلاتك سيدا أسكا أنا بقول سيدا كو قصلي وادعي كرتا وحاقل وادعي كرتا إنه كو قصلي نينكو أفتهني مدي سويس كو قادي هاوش يسوق قرمي هنا بريني سعبايستي نبي الله وحور وحي فقير سنبال وصد قيس مديني ميت قولك تو حريق قدر تدقوان اللي سيقاننا نبي قو قرنا يسحابي قو قرت ثم قال نبي وحوي اذهب أرضو فأضعم أهلك رير كذا سيه عيالك هذه يحاس كذا سي رواية قال عديك وعليها أرض عن إسلام طالع عروطا وحكسي حدثنا أسامنا إبراهيم أخبرنا جرم عبد الحميد الضبي عن منصور المعتمر عن محمد المسلم الزهري بهذا الإسناد سنة كان أسقى أي حديث كوك حي منصور أو متابعين إياه ابن عيينة سواء عيينة عن الزهري بقى صوم مرتين ولغب الله بي بابك هذا هو منصور عن محمد المسلم الزهري مثل رواية ابن عيينة أيوك شيغي منصور وقال وحول منصور مكورنا يسوق حديثك بعرق دنبيل وفيه تمر وكجر وهو عرقنا الزنبيلوي عرق الوو شيغي وحكى لها موذن والزنبيل دنبيل بعدين كل هذا زاد ما قدكتين دالوا بد شنكلي ولم يذكر منصور مؤزن شيغين فضحك النبي محمد باقص لمرهن حتى بدأ أن يابنت مؤزن شيغين صفيان باشيغيو وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد رافع روح قال اخبرنا الليث بن سعد ها وحدثنا قتيبة وحدثنا الليث بن سعد بن شاب الزهري عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رجلا نمبا وقع كدعي بامراته حاس كيسيب اوغل مودي في رمضان مالكي ضرر بلغ الله يا دابين والدين اوغلاي فاستفتى رسول الله رسول كلاه بسؤال ويديست صلى الله عليه وسلم عن ذلك الرنكاس أي النبي إنه وعد يويديست فقال النبي وحيري هل تجد رقبة قرد حريس مهليسة قر أدونا حريس مهل كفارك هو واجبتي قال حول الله نبي الله مهلي كرو وهل تستطيع صيام شهرين لببلو إنا صنت مأودي كرتا قال لا نبي الله
فأطعم 60 مسكين لح المسكين هذا بقودي. إذن رواية كذا الصوم مرتين أردن كفارة الجماع في نهار رمضان إن هي كفارة مرتبة وترتيب تاعي أو قور حرين بأوه الرئيسة هدي لو وايو لو ببرد صون وحيرة كحجة هدي لو الأود وايو قود أنت أضم بساسة حديث أسعتا وأنا رأي الجمهور وذا داخل أفسن. وحدنا محمد رافع حدنا إسحاق بن عيسى الطبع إسحاق بن عيسى الطبع نيلورنجلي أخبرنا مالك بن أنس عن الزهري هذا مالك بأوح مطوعين منصوري وابن عيينة بهذا الإسناد أن رجلا أفطر في رمضان نمبا أفوري رمضان كو أفوري قلمو يلو جيدا فأمر الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفر وكفارقته كو كفارقته بعتق رقبة قرح رينتيت. ثم ذكر مالك وحوش الشيغي بمثل حديث ابن عيينة حديث ابن عيينة كروج مالكنا الشيغي. وحدثني محمد رافع حدثنا عبد الرضاق بن همام السنعاني أخبر ابن جريج حدث ابن شهاب ابن جريج برقي مالك ابن عيينة إيام منصور معتمر كلهم عن الزهري متابعيني حديث كان الزهري روايات كسأد بأبنيه أفرتن راوح كبدن باكوري أبو حابتك الشيخ أما صدن عن حميد بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بأمري أفضل في رمضان قده أفري مال رمضان أن يعتق إنه حريه رقبة أضون وحريه أو أما سيصوم أوصم الشهرين أو ما سيطعم أوقود 60 مسكين سمارت مالك رواية ديسي الرواية ابن جريج وحكم موقضة أوضو إني تخييرية إني تاي أو أن تقسيم أهين يترتيب تقسيم يترتيب ورأي الجمهور وأن رواية كورسيدة كعضاية أما رواية مالك ابن جريج وحكم موقضة إني هوش مخيرتا أوني كبيش رمضان قال ما قرعة وحود دور لي هاي إنه قار حريه أما لحم مسكين قوديه أما الله ببلاد حيرة أصامه صدق ذا كودون الدورنا يا واقع موقت وأنا سيد مالك وكنت جاي مالك سيد أصوم مري علماء مالك ما كردني سو حيلين حديث مختصرة وأن ما يستريد والرواية سأل عن جمعني بالحجيجتي وأنا الأخل طمع وش أيضا فأنا قر دويل عايشنا سيدة سكالة كوي من دونتا مالك سوء حبا قبابا وحافظ بضان بإن إطعام 60 مسكين بفض بضان هل كاسو الله مري خلاف كورت واجرة باب كيدين قراء ومذهب الشافعية يعد تاقرتين ورأي الجمهور إن مركه رأيك هو واجبي أدون حرينتي كدبنا الله باب بلوضو حرير كدبنا مركه انت بكري ويدو لحن مسكين قودون يوسف واسد اللو بنية مسألة إجماعية معها مسألة نص قادع وكوي منا معها ومسألة خلاف أقبشة وفقالة بس كو خلاف تا أقادة مدى أيضا أقادة قورت الله حرين أيو إني مؤمنات طيبا أنه قبنا لون بنية كفارة القتل بانو كحن ومن باب حمل المطلق على المقيد كفارة القتل قف مسلم الروح الدلة وحال يقور مسلم حريه كفارة نوا محايا نوا كفارة وي وينو قرب الحرين هي قرطة سوى إني مؤمنة طيب أنه قبنا هذا شافعيا نام عد نقول تاكسنا وش أيضا محايا لي وحال لنا يصاب كاس خلافي واتحد الحكم حالات قال اسكو حنبارة مطلق مقيد كوات دراسيسين وحاكم إذا حالة خلافية إذا اختلف السبب واتحد الحكم صابك مكو كلا الدوانات حكمكم اسكو ميديا هاي والاسكو حنبارة يا أكتايضة حنفينا ما يدهن اسكو ما حنباري نينك المحاكو واجبي حكم ووجوب الكفارة ووجوب الكفارة على المجامع في نهار رمضان حقا ما حيا هاي وجوب الكفارة على قاتل المسلم خطأ وجوب كفارة وحكم واحدة وحل بحنا واحد رقبه 60 مسكينا ايه شهرين متتابعين واسكمت لكن محاكا للدوان سواك كنا وقتل كنا وقلمه في نهار رمضان اذا اختلف السبب واتحد الحكم يحمل المطلق على المقيد على رأي الجمهور
إذن قورتنا وإن مؤمنات هاي أنو أما عند الحنفي وحيليين قال هتا حوري أوكي بيليين هاو شو دملا مسلم حوري قال قيس ووين حوري أدون مبالغار بين الحريسو أو شان أسوه هذا. حدثنا يحيى عبد المحمد عفوا رغب بس ما ديدنا اسكو حمبار ديديه ما يحونك بس ما حملكم ربنا بيديني حنفية لا يحملون المطلق على المقيس يضرب ما جب أهم بما مقبان أصلهم بيجوا هل حاله مجمعي بس يقبى حدثنا عبد الحميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري بدل إسنادي نحو حديث ابن عيينة فذكر معمر بوجهه معمر وحوش يجي نحو حديث ابن عيينة عن الزهري لا سقى أصل هاي وحكى له خلاف وماشي أبها نصنين الفانتان مالنكي أصغى محالك السمي بالرمضان نكي قال ما كل عي دم بيوينو قال كبيرا ما الكبار مرن ملا محالك قطو بتكيني كفارة قد بلق قطو بتكيني قور الحرية لباب برض الله صومه لحظة مسكين الله قوضي مالنكي أصغى إبري محالك السمي وحلو بدي هاي مالنكي أصغى لسك مرب معي إلي معي طوري كفارة الله قضي به قور مسلمين حريو أما اللحظة ما الموت صومه بإصلاح يسي ما الحقيقة شوكا وحالا يسارة بكوين وحاكلوا تنقل يا وحيليين كفارة يهولها مردم با وحي خاص كتها وذات كاس وذات كمالك النبي قوي من أهلكتو وأهلكتو لها النبي فوقس لها يوحي بحيوة النبي يقول نحاوي مالك دمان بيل كسيس كقاطي بي خاص كتاي مسلمين تكالي هذي هوش على السمعيان إله بيؤتو بتكيني استفار بنا وإلا إيماني مالك نوى سوق الليني ودا داقبة مالك نوى سوق الليني وانا توبت كيني خرق السوق وركميات فانتي هوشنا وحي خاص كو أهي سحابي يا ما يكون عم باريا قضية المحيين كي مركو على والسك داي مالتم ولا قش ما هي نيدي عرضت هذا كوب بلال ليدي مالتم بيكوس النقطين ما هي إنه نيم حي سجون وها لنا ما هي إنه حلو صونك عصبايا هو شو حكام تل وشين هي تذكر التربية هي وهي بره دي دين كلاقب سلي وارتوابط كينا ما إن كان سوق ليا لاني هنا عبي لي وركم يدفنتي أنا ما قبها ده هو حاجة جنائية ترن وحاجة جنائية ترن أو شيء هذا قاتل مرة بعدين يصير لأنه حديث كأبي داود سنة كم مرتين يا أحمد يا مسانيد دو حاكو جري وصوم يوما واستغفر الله ما لن صون إلهنا أطوبت كان حديث كاس ورواد بضن كوي يميد ولادان حجيا نمنا أي ضعف كل شيء قال أي حجي سوى مسألة خلافية مسألة إجمعنا مجرو نص قادعنا مجرو أما حق كفارة مرتبة سوى مخيرنا ويدين سوى شيء خلاف كجرة حدثنا محمد بن رمح بن الهاجر المصري أخبرنا الليث بن سعد عن يحيى بن يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري عن عبد الرحمن بن القاسم التيمي عن محمد بن جعفر بن الزبير الأسدي عن عباد بن عبد الله بن الزبير من العوام عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قال وحجري جاء رجل إذن حديث أبو هريرة وأصل كدقة شواهدي سبب بالله إمامك جاء رجل نبا يمد إلى رسول الله رسولك يمد فقال وحوري احترقت نبع اللواء قبتي احترقت وامحي وحن نار لغمته وآخر الإسكوع على نبع اللخود عيو احترقت وام قبتي وامحي هدي كبيرة من الكبائر عظيمة من العظائم وي هدنا إلهي عافين نار وي النبي الله وقبتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما محاكو قبيبور ولا قبتي قال وحوري وطئت امرأتي واقعت إي أصبت وقبضا وطئت إني تايم من باب الرواية بالمعنى وتصرف الرواة طيبة اللوبة يعني محايا إلى شيء وكروا شيء لقى حشوضة أما لقى سريكتو أما لقى عربابه لقى أفقبات تدوي وطئت امرأتي حاس كي يبان أقل مضي في رمضان النهار سيدا صحابتك الرجعيون وكقر ليه رواية كورتن
أصاب إيه وقعت إيه هولها سي عبرين ويأفقبات سدين وطئتو عرف قلو قلو تشيو ومن تصرف الرواب الرواب بالمعنى النقل بكتر قال نبي حلو تصدق تصدق ورواد آفوذي لبا الله دع كل عضي رواية كذا بئس ما صنعت آد باد وحن أبئس وحن باد ياد سميسي وحب أنبا الله تميد وادخل دنتي تصدق تصدق صدق يسوع يعني كفارة به. قال حول السحابي ما عندي شيء النبي الله نبي الله وحن به ما هي وصدق يسوع. فأمر وحول فرأي يجلس إنه يسكفر يسوع. فجاءه النبي وحويمي عرقان لبدن بيلوت لبدن بيلوت بالله كده بيل ولا قرنية باشان إنه يرلي التشان عوض الله قط ولا مرنا وحكى الله قسم إيه ألعبت الوقات سلد بات قرنية سيدنا كريم قال باتيني سلدنا وكلو سلد رب تولها يرميجو فجاءه حوي من عرقان تمر لغوده عرقان لبدن بيلود وفيها طعام تمر كجرته فامر رسول رسولك له وحوف فري صلى الله عليه وسلم ان يتصدق بينه صدق سراشين كاسقها وحدنا محمد مثنى حق لحن كمسكين لحن كمسكين خلاف كجر اسناد ضحكت المانه قل يا وحيليهن هدي لحن مسكين انطمان مال مطقوديو ما كنتهم بيدين هذا كل يدي 60 مسكينا بالليل مع عدد كان لو جيدا مسيح اللي قدر كلا دعي اللي سورابيها لو جيدا لح مسكين هذا 10 مال موت ان درجيو اما راشين كرسدان او يكو عيد غلا ان سيو وحدن ولا لحدن كي لمتا حنا في وحيد انا ايو هل مسكين هذا لحن مال موت ان ميل صار وادق بيدادين قودين تلاقيها الله أما هل ينحصون نقطة هذا دورته أما الرقبة نصفها لقى مره ورك راس نوع كذا إسكو قال بعض الفقهاء وحيد المان بحث مهم وحيد إنك ما أنت قر وعيا سلف كم ذا إنك قر وحرية وعيا نذقيل هذوب حيك ورب ما تقولي دي قياسا على الحج بعدين قياسا على الحج نينك حجك فسهادية أما وحكتشبو وحو بحي محاو قوينة ديقو وحكوكا بمحاو قوينة نيف قيلة إشكين نينك مسلم مركا انتو هاوشا دقاقا ما خلدما أدون حرينا وأدمات أدون أدون بالله ما هي ما لها موريتانيا جيسيه دي سحارة مغرب وحلوشك شيقاية وايا هل قيل هادو سوق قوريو بحيو قورو حريو ودادات المامو جماعة من التابعين بلغسوا كوريا على كلام في الأسانيد أبحاثة وإسكجر ونسكو وقادة يعني أنا من رؤوس الأقلام بان كقرنا وحكا لك مقر وحد المحن المثنى أخبرنا عبد الوهاب أن عبد المجيد الثقفي بوجد قال سمعت يا ابن سعيد ابن قيس الأنصاري يقول أخبرنا عبد الرحمن ابن القاسم أن محمد مجعفر بن الزبير ابن الزبير أخبره أن عباد ابن عبد الله بن الزبير حدثه أنه سمع عائشة رضي الله تعالى عنها تقول أتى رجل نبا يمد إلى رسول رسولك صلى الله عليه وسلم فذكر عبد الوهاب وحوشي مطابع وأصغي الحديث حديث أبو كحيوي وليس في أول الحديث حديث سهران تسنى كمجره تصدق تصدق كمجرته ولا قوله وليس أهي النهارا كمجر آيت وضعت امرأتي في رمضان نهارا انت نهارا تانا كمجرت الرواية ده عبد الحميد عبد المجيد عفوا عبد الوهاب ابن عبد المجيد حدثنا ابو الطاهر ابو الطاهر عم عمرو اخبرنا عبد الله بن وهب اخبرنا عم حارث ان عبد الرحمن بن قاسم التيمي حدثه ان محمد ابن جعفر بن الزبير حدثه ان عباد ابن عبد الله بن الزبير حدثه انه سمع عائشه رضي الله تعالى عنها زوج النبي نبي حاس كي سأهيد تقول أيضا عن مغلب بوري أما إي شيء أتى رجل نبا يمد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد في رمضان مسجد كو يمد بالرمضان قده صلاة أنه مركة أما فردي علم إي فطو إي دين بمركة أما دوش رحاية فقال أنك وحوري نبي كو يمد يا رسول الله رسول كلاه يو احترقت وان قبتي احترقت وان رليا دنبي معصيان كردعي نبي الله يقبوتشو
فسأله رسول الله رسول كلاه باويدي صلى الله عليه وسلم ما شأنه يعني ما شأنك محا حالك هذا إياه محاك قبي وإنك سمر لما أصبح النبي وجيدي محاك هلي فقال وحول السحابي أصبت أهلي ريرك إيوان رمضان برتنك يقول دعي مال النمو قال النبي وحول تصدق كفار الله بحو كفار قدو فقال وحول والله يا نبي الله الله أنكو دارت النبي إله يو أظن أنكو دار سنين إن داران كرتا يا كترتا ما لي شيء وحوما هيو وحن حولون هيا مجر ما عندي شيء وانك سمر وما أقدر عليه وحن صدقي سنة ما أودكر فقال نبي حوري اجلس فريسه فجلس وافريست فبينما هو على ذلك حلو سيدا كسوغيه اسكفر نبي اسكفر ديه أقبل رجل نبا صوبح مرسو يري يسوق حمارا ضمير كحين عليه طعام الراشين سارة وتمرأة سارة تاي فقال رسول الله صدق النبي قال له المسلمين تقيبيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المحترق آنفا مرد ويتنينك الجبن هي أولل هي أو إلا هوش والله مشغول النبي تذكره على الويديو والله بطيء أين المحترق آنفا مرد ويتنينك الجبن هذا الشيء هي أو فقام الرجل نينك باستقو تجيري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق بها القدر راشين كانوا ككفار قدو فقال يا رسول الله أغيرنا ما عدا أننا كائن بانسين هيا بولون كسر قين هيا كسر قسنا هيا موحنا أننا كائن بدوكتور أننا باه بدن أغيرنا والله حركين كذا حاجة عراب قدم بلا كل واحد قدر يسمى كلا دوانني فوالله الله أن كل أرتيه بوري إن أنا ولا جيع وباه النهاي ما لنا شيء وحنا من وما أهان وحما هي سنو قال صبر حور فكلوا هذا بعونا عونا أو مرك يدنكو على فصدق waxaa marka dhiman ila tilmaamo haweenaydi ninkii la galo kafara laga raba kafaro ma dhacay sida raajix uu ho markuu nabi wax sadaqaysa saxaabiga uu yiri wax ma heli karo uu xaram ma hayo haday kafarada ku dhacayso wax la aan iyo saboolnimo ay ku dhacayso marka dambe nabiga raashinka loo keenay intuu asaga siiyo ku kafaro go'do ma dhahe taas markuu xidhiil u tahay كفارة وكدع ميسو نين كان معسر كأ هو ترجمة إنه مركز ساسي كوكو سحنتا معايا إلى دو إعسار كريدي مركو صحابي والنبي قدن شاكت وحو النبي الله والنبي قل كفارة بيحي وحو وحبا مهلي كرو مدينة وحان هيا مجرو ما عندي شيء مهلي كرو ما أول صون وحو روو كلا صون مري إسكفر يسويت نيكا وامحي وامعسر وحامحي بمجرد الإعسار هذا كفارة كل عيسى وذي ماذا هذه تنكذا إسم فولينين والدين يقان لقوله إسم نقونينين إلى هذا حكيه ليس نبي عمر كذنب وحلاه كان توصيه كو كفارة قد مرده ميت فانت يعني معناه سداس وي معناه مش كتشر وأنا صحة وش أيده ولا دق باجر ورد عيسى وحديث كان كقاضني وينك أبوي كذا عضي وحيس كبيلا ليري واحد ما لما ويتين هو اللي نيده جمهور العلم وحي قبان كفارة لا مرة أبو عفوا كفارة لا قربا أيدي ينكبا با إذا بدرو ننكو سمعي نوي سمعي سي هوش هو اسكباب با اللي هاي رقي يضمر رحكمته وكسمي هيني هدي ننكو حكم كيسي الله الشيقي أين حكم كيسي الله الشيقي هاي سلب كنو حكو إجماعين مسلمين تمت كمد حكم هدي الله الشيقي إنه قلنا الله لمت بانا رقي يضمر روا اسكو حكم وحي ديلك لقالب مويت قابرنا كفارة ملح بنام با لقربا نكون كفارة ما حبنا نبى لجربا واسيدا يعلم مسلمين تقبلنيه أما الأصح والراجع عندنا الشافعية وحوي كفارة واحدة فيركو هل قيس وي إسكو ديل بالله بيلكو هل مل بالغ بيشة قدوا على ود الدقيني هاي فير لما خلق قاده فقال له تشوشيو هل كفارة الله بحنا يا دان وشافعيا وركوات فانتين بيلت خير الجمهور نقرته هين رأي الشافعي وشافعي وحيليه ماشان هل كفارون بالغو شيء نبي مش مدين كفاره قبل دهب بيش ايضا قولوا بها لقى الربا مقامك ومقام البيان والتأخير وتأخير البيان عن وقت الحاجتين لا يجوز إجماعا الكاسي كبس كعناية نمان كانوا أصوشي كلي سكدين وإن حكامت لقى السمية إن فرد حكم الله عدي جميع الأفراد بها الله عدي النساء وشقائق الرجال وإسكو حكم
قواعد بالغودة قال مسألة مركبة مسألة خلافية يقبش خلاف والله سبحانه وتعالى أعلم.